بعد أن يأست إسرائيل من لجم النفوذ الإيراني عبر واشنطن، تعتزم أن تفتح طريقا جديدا لتحقيق هذا الهدف عبر موسكو. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه إلى موسكو سعيا للحصول على تطمينات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الانتشار العسكري الروسي المتجدد في سوريا، ولتوضيح بواعث القلق الإسرائيلية من خطر وصول أسلحة لأيدي متشددين على حدودها. فأفاد نتنياهو بأن إسرائيل غير مستعدة لتكتسب إيران والقوى الموالية لها أي حزب الله مناطق تحرك جديدة تستغلها لتسريب الأسلحة الحديثة التي تدخلها روسيا إلى سوريا. وتخشى إسرائيل أيضا من احتمال تبادل إطلاق النار بالخطأ مع القوات الروسية، نظرا لأنها تستخدم طائرات مقاتلة كجزء من وجودها العسكري في سوريا، بينما تنفذ تل أبيب ضربات جوية ضد متشددين جنوب البلاد. في هذه الأوضاع من المهم أن أوضح وجهة النظر الإسرائيلية وللتأكد من عدم وقوع سوء تفاهم بين قواتنا والقوات الروسية. وقال مستشار استراتيجي سابق لنتنياهو إنه سيحاول تحديد القواعد الأساسية مع بوتين بشأن تفادي مثل هذه الاشتباكات، مضيفا أن الأمر قد يصل إلى اتفاق بين إسرائيل وروسيا على أن يقتصر كل جانب على مناطق محددة لتنفيذ العمليات في سوريا، فضلا عن عرض نتنياهو لبوتين معادلة تقوم على توفير إسرائيل لروسيا معلومات استخباراتية سرية يراها الروس مهمة في سوريا بحسب المصادر، مقابل لجم إيران وحزب الله وعدم التدخل عندما تحبط إسرائيل هجمات ضدها أو ترد على هجمات مماثلة. أرفد الجنابي، العربية.